لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ثم على الجرس لكي يصلكم كل جديد. السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي ماما محاسين. أتمنى الكل يكون بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم فيديو جديد. هنايا عندي خياطة ديال غطاء ديال السرير ديال الفراش ديال بيت النعاس. كيف ما كتشوفوا انا عندي هنايا الماطلة، العرض ديالها 1.60 × 1.90 متر. تعرفوا هنايا كيكونوا بزاف ديال العبارات، كاين 1.40 متر، كاين البلاصه الماطله ديال البلاصه 90، ولا كاينه لي ستوندار كدير 200 سنتيمتر العرض. وهنا انا عندي العبار ديالي 1.80 متر × 1.60 متر × 1.90 متر. انا هنا عندي هاد الثوب فيه 3 متر. هادو هو الثوب من الاثواب اللي كنت كناخذ من لويزيا، سوق لويزيا، كيف ما شفتوني داك الفيديو راني تقديتهم. هذا من الاثواب اللي كنت خديت من تما. انا كناخذ هاد الثواب فيهم العرض لان كنحتاج العرض هنايا في الفراش ديالي، لهذا انا خديت الثوب فيه 3 متر عرض. عفوا، كيف ما كتشوفوا انا خديت الثوب، خديت منه العرض، فصلت منه العرض، خديت العرض ديال الفراش والطول، وزدت واحد جوج ديال لي سنتيمتر باش على حسب الخياطه، وقطعت. من بعد هذاك الثوب الباقي خديت منه شريط طويل، درت فيه شي 60 سنتيمتر. هذيك 60 سنتيمتر هي اللي غتبقى الفرق بين الماطله، بين الحاشيه ديال الماطله وبين الارض. هذاك هو اللي كنديرو انايا ديبلي. كيف ما كتشوفوا انا غادي ندير ليه تنيه من التحت، تنيه الحاشيه ديالو كامله من التحت باش ما يبقاش فيه لا ديفو، ومن بعد غادي نلصقو. وانا كنلصق وكندير ديبلي، كندير في الجوانب بجوج، ما داك الجانب ديال جهه الراس وجهه الكوتي ديال جهه التحت ما كندير غير طرف صحيح، طرف سامبل، ما كنديرش فيه هاد لي بلي. لي بلي كنديرو ما في لي كوتي بجوج. هادشي علاش؟ حقاش انا الكادر ديال المضربه عندي فيه الكادر، عندي داير كامل. بعد ما تنيتو هنايا كامل، تنيتو من التحت بالتنية، انا دابا غادي نلصقو مع الغطاء وغادي نبدا ندير ليه الترياش بحال الجهة الاخرى. بهاد الطريقة دابا انا حطيتو هنايا على الثوب، هذا الطرف اللي غادي ندير فيه الترياش، وهاد الطريقة انا غادي نبدا ندير ليه الترياش.
دابا انا كملت جهتي الجوج كما كتشوفوا. هذا هذه اللي كيجيو هنا قدام ديال الدربه، انا درت في هذا كرياش ودرت في هذا الكوتي لاحظت هو اللي في الكرياش. ايوا شوفوا معايا كيفاش. وبالنسبه لهنايا اللي هادو اللي كتجي عند الراس والبلاصه اللي كتجي لتحت، هادو لاحظت كيجيو مبرلين، ماشي ضروري غادي نديرو لهم كرياش. غادي نديرو هنايا غير طرف سامبل غادي نلصقو باش نلقاو فين نلقاو الدربه مزيان تيسع. غنديرو من هاد الجهه من الجهه هنايا، هادشي ديال الكرياش حنا كنديرو غير فهاد الجهه اللي كتبان من هنا ومن هنا. شوف معايا هاهو هاد الطرف هاهو سامبل، هدا مغاديش ندير فيه الكرياش. غادي نديرو هنايا عند الراس، غادي نلصقو هنايا باش نلقى تيسع فين نلمط ليا الدار. وانتم معايا كتشوفوا كيفاش هنايا كما كتشوفوا انا غادي نلاقي الجهه اللي عند الراس هي هذه، ما غادي لا فريش لا والو غادي نلاقيها. هادو اللي كيجيو عند الراس هنايا علاش ما نديروش لهم تكميش؟ هذا درت ليه تكميش عاف جوانب جوج كما كتشوفو. هادو اللي كيجيو هاكا الجهة هاد الجهة المقابلة تا هي درت ليها هنايا نيشان ما درتش ليه تكميش، هادي اللي غتجي عند الراس. وهاد الجهة الأخرى تا هي جا فيها تكميش كما كتشوفو. وحتى نصاوبو فوق المدربة عليه يبان ليكم مزيان. وغادي نصاوب ليه دابا الخلفيات ديالو. الخلفيات ديالو هاهو غادي نعبر باش ناخد، غادي ندير 70 في الطول، غادي نفصلو باش نخلي 70 في الطول و 50 في العرض. انا عندي هذا وافي غادي نقطعو على حسب هذا، نخلي غير بلاصة الخياطة واحد 2 سنتيم وغادي نخيط. هنايا هي الخدية فصلتها، درت العبار ديال هنا 50 على 70 فواحد الطرف الطرف التحتاني كيف ما جا كبير مزيان. هذا اللي انا بيت تقريبا شي 90، علاش كنديرو 90؟ انا كندير هذاك الخياطه ديال هكا كتجي داخل باش ملي كتدخل المخده كتجي مغطيه كتجي مغلفه كامله. طرف درت فيه هنا 50 على 70 وهذا درت فيه تقريبا شي 90 زيد شي 30 سنتيمتر هنايا باش يجي هكا داخل هادي باش تدخل المخدة الداخل تتخيط على الرسبان. هنا كما كتشوفوا هي الخدة بعد ما عبرت 50 على 70 طول 70 والعرض 50
الطريقه باش كتجي هتشوفوا معايا الطريقه باش كتجي المخده، انتما كتشوفوا هنايا كتجي مغلفه، كتجي باش ملي كندخلوا الخديه كتجي داخل مغطيه، كنديروا هنايا طرف على طرف كتجي بحال هذا الشكل. الطريقه هو عندنا الطرف واحد كنخليوه على 70، هذا كنخليوه فيه 70، والطرف التحتاني كنخليوه هو فيه شويه تقريبا كنزيدو فيه شي 30 سنتيم ولا شي 25. اول طريقه كنديرو، المهم كنتنيو هذا الحاشيه، كنتنيو هاد الحاشيه هي الاولى، وهذه حتى هي كنتنيوها. ملي كنبغيو نخيطوها طبيعه الحال كنخيطوها المقلوب، كنخيطو من هنا ومن هنا ومن هنا، كنجيو حتى لهنا باش كيبان لكم. لا هاد الجهه هذه اللي زايده كنديرو طرف على طرف، مثلا هاد اللي زايده كنديروها لتحت، كنديروها اللي كبيره زايده على 70 كنديروها لتحت، وكنديرو فوق منها هاد الطرف الاخر من الفوق، عاد كنخيطو. كتكون هادي متنيه كنخيطو باش كتجي المخده مغلفه لداخل ما كتبانش كيف ما هادي، شوفوا معايا كتجي مغلفه لداخل. كيجي طرف على طرف، ملي كنخشيو فيها المخده ما كتبقاش تبان. انا غادي نخيط هاد الجزء الثاني اللي على العرض، كنتنيو هذا هو العرض، كنتنيو هادي بطبيعة الحال هاد الجهة ديال التوب هنا، كنتنيوها لداخل. ها هو الغطاء ديال السرير كيف ما تشوفوا، انا صيبتو هانتوما تشوفوا كيفاش جا هنايا. هاد الطرياش اللي درت ليه ها هو هاد البلاصه اللي هنايا، راه هنايا سامبل ما فيهش طرياش لانه كيتخشف الكادر، وهنايا راه جاو فيه هذاك التكميش على حسب التوب اللي عندي. هنايا كيفاش جا هنا، هادو خديات بيضين، هذا الثوب اللي كنت شريت من سوق الويزيه، هذا درته هنايا جمال مع هذا المارون. هنا كما كتشوفوا ها هما المخاد اللي صيرت، علاش ما درت ليهم ديك الخياطه ما كتبانش الخديه. ها هي شوف كما جات داخله لداخل، اش كنديرها كوم دوبلا، انا وريتكم الطريقه كيفاش خيطتها. وهادو درتهم مفتوحين
معلومين كيجي هذا الباج كيجي مع المارون. شوفوا معايا كيف جاو هادو من التويبات اللي كناخذ. قلت لكم ديك الخطره في داك الفيديو راه كنمشي للسوق البويزيه كناخذ منه تويبات. هاد التويبات كناخذهم رخاص، خديتو فيه العرض 3 متر عرض، ثمن 600 ريال المتر. خديت 3 متر، هو دار ليا الغطاء ديال السرير كما كتشوفوا، ودار ليا داك الخدات نتو جوج. هذا حتى هو التوب خديتو من تما، خديتو 30 درهم. ما كتشوف معايا الشكل ديالو، هذا كيجي حتى في خديه ديال الصغار ديال الصالون. انا درتهم هنايا لبيت النعاس، وهذا هو الغطاء ديالي اللي خيط. نتمنى تكونوا استفدتوا. هنايا هو هنايا حتى هنايا جا هذاك الترياش اللي درت لي من شي اخرى. وهنايا لدا هنايا لحقاش ما كيبانش هنا، وعند الراس كان غير سامبل طرف مخيطه ما فيهش ترياش، وهنايا اللي درت فيه داك الترياش كميش. كنتمنى هاد الطريقه تجيكم بسيطه وسهله وتستافدوا منها. و الى عجبكم الفيديو بارطاجيو وشاركوا معايا في القناه وخليو لي التعاليق ديالكم، وشكرا لكم على تتبعكم معي.